مرحبا. مهنة النجار هي أكثر من مهنة، هي حرفة وفن. في أحلى منها تاخد قطعة خشب وتتفنن فيها وتعمل منها أشكال حلوة وجديدة؟ إذن اليوم برنامج أصل وفصل رح يعرفكن أكثر عن عائلة النجار، ورح نبلش معكن من لبنان. بلبنان هالعائلة موجودة بعدد كبير من المناطق والضياع والمدن، والظاهر كمان أنه ما في أي صلة نسب أو قرابة بيناتن. بكل ضيعة في عائلة النجار كان في شخص أو جد عم يشتغل بنجارة ويفصل ويقيس ويعمل عائلة جديدة أو فرع جديد بيحمل اسم النجار. ببلدة العبادية الموجودة بقضاء بعبدة، عائلة النجار هنيك أصلا من عشيرة قحطان بالجزيرة العربية. أما عائلة النجار بمعلقة زحلة فأصلا من عائلة التبشرانة، وبالحدث أصل عائلة النجار من عائلة الجاموس. واليوم منلاقي عائلة النجار بمعظم مناطق لبنان، منلاقيها بالعاصمة بيروت وبدير القمر، وكمان بزحلة وبمعلقة زحلة وببيت مري وبضيعة بشمزين بالكورة وبالعبادية ببسكنتا وبالحدد وبكتير مناطق غيرها. نفس الحكاية اللي خبرناكن إياها عن عائلة النجار بلبنان تنطبق كمان على الدول العربية. فبكل بلد عربي كان في شخص عم يحمل الشاكوش والمنشار والمتر ويضرب ويحول الخشب لأشكال مميزة، كان عم يعمل فرع جديد من عائلة نجار. فانتشرت العائلة بسوريا ومصر والمغرب والمملكة العربية السعودية. إذا بدك تعرف أكثر عن أصلك وفصلك انطرني بكرة. باي باي.